أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية عن اعتراض صاروخ قرب شبه جزيرة سيناء المصرية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وأنها فجرته في الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية. وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان ذكروا أن صوت عدد من الانفجارات سمع فوق التلال الصحراوية المحيطة بالمدينة الساحلية. مجلس شورى المجاهدين أعلن في بيان مسؤوليته عن قصف مدينة إيلات بصاروخ من طراز جراد ردا على مقتل 4 من مجاهديهم منذ يومين في سيناء. وفي سيناء أيضا أفاد مراسل الميادين عن إطلاق قذيفة RPG على قسم الشرطة في مدينة العريش، ما أسفر عن سقوط إصابات. وفور الهجوم قامت مروحية أباتشي بالتحليق في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم. مصادر عسكرية مصرية في سيناء ذكرت أن الجيش المصري يستعد لشن ضربات متلاحقة على العناصر المسلحة خلال الأيام المقبلة بعد تحديد الجيش لمواقع عدد كبير من المسلحين شرق العريش وجنوب وغرب الشيخ زويد وعدة قرى حدودية جنوب رفح. في القاهرة لم يعلن مجلس الأمن القومي المصري الذي عقد اجتماعا الليلة الماضية برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، لم يعلن قرارا حاسما بشأن مصير اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وذكرت مصادر أمنية مصرية أن إجراءات فض الاعتصام أرجئت بعد تسريب أنباء عن موعد وتفاصيل خطة فك الاعتصامين. وأفاد مراسل الميادين عن 3 خطط وضعتها جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة قوات وزارة الداخلية في حال الإقدام على فض الاعتصام برابعة العدوية، حيث يتواجد قادة الجماعة. كما دعت الجماعة إلى تظاهرات اليوم في كافة المدن والمحافظات المصرية، فيما راجت أنباء عن نية المعتصمين اتخاذ خطوات تصعيدية من خلال حصار البورصة والبنك المركزي وتعطيل المترو. يرقب المصريون والعالم عقارب ساعة الصفر لفض اعتصامي رابعة والنهضة. الجهود الدولية والوساطات العربية فشلت في التوصل إلى حل سلمي للأزمة. عناد الأطراف أوصل البلاد إلى طريق مسدود. واشنطن دعت إلى وقف الاعتقالات السياسية وحذرت من حمام دم قد تغرق فيه البلاد. مجلس الأمن القومي المصري أنهى اجتماعه من دون الإعلان عن قرار بشأن مصير اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي رفعوا حالة التأهب فور خروج تسريبات تتحدث عن قرب موعد فض الاعتصامات. سواتر ترابية وإطارات وحالة استنفار عند مداخل الاعتصام. فيما تحدثت مصادر من ميدان رابعة عن خطط أعدت لمواجهة رجال الشرطة وإفشال مخطط الحكومة الهادفي إلى فض الاعتصام. كل اللي بيحصل ده حرب نفسية ليس أكتر، وهم فشلوا في كل محاولات الاقتحام للميدان من أول الحرس الجمهوري للمنصة لاقتحام النهضة برضو في التوقيتات موحدة بعد صلاة الفجر. بقى الاعتصامات ديت المفروض لازم ترفض بقى، لأن كده عايزين البلد تمشي وتشتغل، لأن كده بصراحة ربنا إن البلد يعني راجع لورا راجع لورا بجد، ومش عارفين الناس اللي هي في رابعة ديت يعني والناس اللي هي في التحرير مش عارف، احنا خلاص دهت المعارب مين الحق ومين اللي على بطن. الاخوان دي عاوزه ايه؟ وايه النتيجه بقى الاعتصام؟ الراجل خلاص انتهى الموضوع ده، لازم يفهموا كده. آلاف المتظاهرين من مؤيدي مرسي خرجوا في مسيرة من ميدان رمسيس للانضمام إلى المعتصمين في رابعة العدوية. مصر تغلي إذن على وقع الأزمة. أصوات عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية برزت للتحذير من استخدام القوة في فض الاعتصامات، خطوة قد تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى وسقوط العشرات وربما المئات من الضحايا.
أفاد مراسل الميادين عن فشل المحادثات التي عقدت الليلة الماضية بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وعلمت الميادين من مصادر خاصة من الاتحاد العام التونسي للشغل أن الخلاف بين العباسي وراشد الغنوشي تمحور حول الموقف من حكومة الوحدة الوطنية ورفض حركة النهضة استقالة الحكومة وتمسك الاتحاد بحكومة إنقاذ تترأسها شخصية مستقلة. تحت قبة الاتحاد العام التونسي للشغل تجري مشاورة حثيثة لتطويق هزات الأزمة السياسية التي ألمت بتونس بعد زلزال اغتيال البراهمي. المسألة ليست في تنازلات بقدر ما هي مسألة كيفية الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وإذا كان البعض يرى أن الخط الأحمر هي المواقع في المجلس التأسيسي وفي الحكومة، فنحن نرى أن الخط الأحمر هو دم التونسيين ومصلحة تونس. حل المجلس التأسيسي على أساس أن المجلس التأسيسي هو السلطة الأصلية التي انتهت شرعيتها في 23 أكتوبر الفارط وعنها انبثقت كل السلطات، وفشل المجلس التأسيسي اليوم إلى حد اليوم في القيام بمهامه. نحن نعتبر أن هذا المجلس التأسيسي اليوم هو مجلس انتهت شرعيته الانتخابية. مبادرة الاتحاد التي دعمتها مختلف مكونات المجتمع المدني وأغلب أحزاب المعارضة للنهضة والمؤتمر عليها عديد التحفظات، فالمجلس التأسيسي خط أحمر لا تنازل عنه، فهو المؤسسة الوحيدة الممثلة شرعيا وشارفت على إنهاء استحقاقاتها. نحن نحاول أن نجد أكثر صيغة توافقية التي تخرجنا من الأزمة. المؤسسة الوحيدة المنتخبة القائمة يعني المجلس التأسيسي هو الإطار الوحيد والممكن لتأسيس لخريطة الطريق للانتخابات. مشاورات الساعات الأخيرة تأتي والاحتكام إلى الشارع متواصل عبر اعتصام الرحيل الذي تدعم بدخول عدد من نشطاء حركة تمرد وبعض المستقلين في إضراب جوع مفتوح إلى حين حل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنها. حكومة على شرعية المجلس التأسيسي تؤكد ومعارضة بحل الحكومة تطالب، واتحاد شغل على حل اللحظات الأخيرة يراهن. هي معادلة تعمق الغموض حيال الأزمة السياسية التونسية التي أخذت رقعتها في الاتساع يوما بعد يوم. بلال مبروك، تونس، الميادين. حاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقليل من الآثار السلبية لقرار إسرائيل بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. وفي مؤتمر صحفي عقده في كولومبيا قال كيري إن الإعلان الإسرائيلي عن مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية يجب ألا يعطل محادثات السلام المقررة يوم غد في القدس المحتلة. وحث إسرائيل والفلسطينيين على المضي قدما في محادثات السلام المقرر استئنافها هذا الأسبوع. وأكد كيري أن سياسة أمريكا هي اعتبار كل المستوطنات غير شرعية. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أيضا إن الإعلان الإسرائيلي عن مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية كان متوقعا إلى حد ما، وكما قلنا في الخبر الذي سبقه بأنه حث الإسرائيليين والفلسطينيين على المضي قدما في محادثات السلام. إذن في محاولة لدفع العملية السياسية أعلنت إسرائيل أنها ستفرج اليوم عن 26 أسيرا في إطار الدفعة الأولى من 104 هم قدام الأسرى. الدفعة الأولى أثارت الفرح بين أهالي الأسرى وخيبة في الأوساط السياسية بعدما اشتملت على عدد ممن اقتربت محكومياتهم على الانتهاء ولم تضم فيها أسرى من المناطق المحتلة عام 48. الفرح ملأ الدار والاستعدادات بدت على قدم وساق،
وعذاب 20 عاما من السجن قربت نهايتها، والغائب سيعود لبيته. فرحانة فرحانة كتير، يفرح كل الناس، يفرح كل اللي ميت واللي مشي من شعب فلسطين كله، وشوفه على خير يا خالتي، وافرح فيه وجوزه يا رب يا كريم، واشوف الصبيان يا رب الصبايا، لان هذا يعني كثير كثير بدون اخوته، يعني يا ريت رضى عليه، كثير تعبت عليه. 20 عاما على اعتقال عصمت من اصل 22 ذاقت فيها امه عذابات زيارات السجون ومحاكم الاحتلال، لكنها اليوم تقول انها مرت كاللحظات. مركن يا خالتي والله، ذيك تشوب وذيك الثلج وذيك المطر وذيك التفتيش وذيك احس بي قديش مرحله رحت وجيت فيهن، بس هلكيت شله نسيته، صفحه جديده، كاني لا رحت ولا جيت، الحمد لله رب العالمين. الافراج عن عصمت ياتي في اطار الدفعه الاولى التي تضم 26 اسيرا معتقلين من اكثر من 20 عاما، لكن معايير الافراج اثارت حال استياء في السلطه، خصوصا ان غالبيه من سيفرج عنهم تبقى له اشهر معدوده ويطلق سراحه في كل الاحوال. اسرائيل تلاعبت او تتلاعب في موضوع التوقيت وفي موضوع معيار من سيتم إطلاق سراحهم، أخذت هذا الموضوع كما لو كان شأنا داخليا إسرائيليا، فمثلا حددت أسماء القائمة الأولى وبطريقة انتقائية، يعني واضح أنها لم تعتمد معيار محدد في الانتقاء، لذلك أعتقد أن هذا خلل، يجب استدراك هذا الخلل بحيث يكون الطرف الفلسطيني شريك. وكان الفلسطينيون أملوا أن تشمل الدفعة الأولى أسر 48 ومن أمضوا سنوات أطول في الأسر في محاولة لتحريك العملية السياسية، فيما سيفرج عن بقية الأسرى 78 على 3 مراحل مقبلة، الثانية بعد 4 أشهر من المفاوضات، والثالثة بعد 6 أشهر، والرابعة بعد 8 أشهر. ليس بعد الليل إلا فجر مجد وحرية وفرح يعيد للأم بسمتها ويمحي عذاب سنوات طوال ويضيء عتمة السجن ويمجد الحرية. نسر سلمي من قرية دير جرير شرق رام الله، الميادين. سمير مرتجى واحد ممن ينتظرون رؤية الأهل بعد 20 عاما قضاها خلف القضبان. القرار المفاجأة كان وقعه قويا على العائلة التي اجتمعت على الفرح والسعادة في انتظار الإفراج عنه في الغد. تختصر هذه الآهات والزغاريد قصة فرح انتصرت على الحزن، فالعيون التي ذرفت دموع الشوق كثيرا ستتكحل غدا برؤيا الأحبة. سنوات طوال غيب الأسر فيها فرحة العائلة التي يخفق قلوب أبنائها استعدادا لاستقبال ابنها سمير مرتجى الذي قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، فلم يعد هنا متسع إلا للفرح والسرور. والله الحمد لله عنا طلعت سمير بالسلامة بعيد تاني، عيد جديد اليوم عنا. مبسوطين في هذا اليوم، ومش حننصت أكتر لما نشوفه بيننا ووسطنا، ساعتها يعني عن جد بنحس انه إلنا فرحة وانه طلع وهيك الحمد لله. سمير ليس الا واحدة من اصل 26 اسيرا اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو، من المقرر ان تفرج اسرائيل عنهم غدا بعد ان كانت حكمت عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة. يرافقه الى قطاع غزة 15 اسيرا منهم تقول اسرائيل ان ايديهم ملطخة بالدماء. سمير قضى عقدين كاملين، وفي الغد سيكتب له اللقاء بعائلته التي تنتظر على احر من الجمر. كل البيت فرح، الاهل فرحوا، الاصحاب، الجيران، زي ما انتم شايفين كيف الفرحه عمت البيت، يعني من حوالي 20 سنة ما شفناش فرحه. بالإفراج عن هذه الدفعة سيظل 78 أسيرا في انتظار الدفعات الثلاثة المقبلة من دون أي موعد محدد للإفراج عنهم. هنا يتشارك الصغار والكبار فرحة الإفراج عن عمهم وشقيقهم سمير، فالتوقعات لم تكن لتسعفهم بأن الحرية ستكون من نصيبه. فرحان أنا كتير، امبارح حضرت له 60 لابتوب عشان هذا سنة الاسم، لو طلع بالعبري وهيك ولعت معي لما طلع بالعبري، وسحبوا منهم المهم 7 أسماء بعدين نزلوهم تاني هيك ولعت بزيادة.
فرحة العائلة بحرية سمير لن تكتمل كما يقولون إلا بالإفراج عن شقيق سمير الأصغر الذي ينتظر انقضاء نهاية محكوميته البالغة 16 عاما. سيعانق سمير الحرية أخيرا بعد انتظار طويل وستفرح العائلة بكل تأكيد، لكن الأهم حسب ما يؤكد كثير هو مصير ما تبقى من الأسرى خلف قضبان السجون، والذي يكتنف مصيرهم الكثير من الغموض خاصة في ظل سياسة الاحتلال العنصرية في التعامل مع ملفهم. أحمد غانم غزة، الميادين. من جديد أهلا ومرحبا بكم. دانت ميري هيرف نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية دانت الاشتباكات التي تدور بين الأكراد في سوريا ومجموعات متطرفة، ودعت الجميع بمن فيهم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى ضبط النفس. ما زلنا قلقين للغاية من الاشتباكات المستمرة بين المتطرفين والأكراد بعد هجمات الأسبوع الماضي في محافظة حلب. اطلعنا على تعليق السيد برزاني ونحث الجميع على الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزيد التوتر ويرفع من منسوب العنف في سوريا ووراء حدودها. نستمر بالتجديد على أن لا شيء يبرر العنف الطائفي وندين كل هذه الهجمات كالتي رأيناها في حلب. أفاد مراسلنا في بغداد عن وقوع قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للجيش قرب الفلوجة غربية بغداد، كما قتل 17 شخصا وجرح 55 آخرون بتفجير انتحاري داخل مقهى للشباب في مدينة بلد. وفي اعتداء إرهابي آخر قتل 5 أشخاص وجرح 20 بانفجار عبوة ناسفة في حي التحرير ببعقوبة في محافظة ديالى. وردا على استمرار الهجمات الإرهابية، بدأ الجيش العراقي بمؤازرة من قوى الأمن بدأ حملة عسكرية واسعة تتركز على مناطق غرب العراق. الهدف منها هو تجفيف منابع المسلحين في المنطقة الغربية والشمالية من العراق. بعد أن رجحت مصادر المخابرات العراقية ارتباط المنطقة الشمالية والغربية من البلاد بصلة وثيقة بالخروقات الأمنية تخطيطا وتنفيذا، تقررت المكافحة عسكرية وإلحاقها بما تعيشه بغداد من معالجة أمنية. قيادات عمليات نينوى شمال البلاد والأنبار غربها رسم أمر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، والهدف ملاحقة المطلوبين لحين عودة الاستقرار لمناطق غرب وشمال البلاد. عمليات وإنذار من أعلى المستويات في عمق استراتيجي مهم للتنظيمات المسلحة، فالأنبار ونينوى تمثل أرضيتها المرجعية لتنظيمي القاعدة ودولة العراق الإسلامية. هذا إجراء مطلوب من الحكومة، لابد من مسك الأرض والتعاطي مع معطيات الواقع الأمني على الأرض، ولكن وبصريح العبارة أقول بأن الملف الأمني ملف سياسي. بغداد ليست بمعزل عما يجري في شمال البلاد وغربها، فالجيش ضاعف عملياته الأمنية ووسع انتشاره إلى مناطق أخرى بعد الخرق الأمني الأخير. أعتقد أن الإجراءات الأمنية ليست بالمستوى المطلوب الذي يرتفع إلى مستوى المخاطر المحدقة بالعراق. تفعيل الجهد الاستخباري لكي حتى الحصول على المعلومة قبل الحدث مو بعد الحدث، وتقطعون الشوارع وتسوون حواجز أمنية. تشكل قيادة عمليات الجزيرة والبادية صلة الوصل بين الأنبار ونينوى، فعليها تقع مسؤولية أمن المنطقة الرابطة بين شمال وغرب العراق، وقد تتوزع مهمتها بين مكافحة داخلية وفض نقاط تواصل المسلحين في العراق وسوريا على حدود تمتد ل 650 كيلومترا. ويرى قادة أمنيون أن عملية بحجم مشاركة 3 قيادات عمليات وفي أكثر مناطق العراق سخونة ستترك أثرا إيجابيا واضحا في ملف الاستقرار في العراق كله إذا ما رافقتها نجاحات أمنية. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. والآن إلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع هبة الله بيطار. هبة، من جديد صباح الخير. شكرا لك فتون، صباح الخير مشاهدينا. نستهل جولتنا مع صحيفة القدس العربي وفي عنوانها الأول 60 قتيلا في المعارك في مدينة دير الزور، رئيس أركان الحر يزور الجبهة في اللاذقية، تقدم لقوات المعارضة في ريف حما واشتباكات وقصف في عدة مناطق. إلى مصر ساعة عصيبة في اعتصام رابعة، فض وشيك أم متدرج أم تأجيل، صحيفة بريطانية متشددون يشنون هجمات ضد الأقل
الأقباط عقابا على دعمهم للجيش في القدس العربي. أيضا وبحركة النهضة يطالبون باستئناف أعمال البرلمان التونسي حالا، مقتل 6 مسلحين بمنطقة الشعانبي بقصف للجيش. من صحيفة القدس العربي ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، وعن مصر تمديد حبس مرسي 15 يوما، والجيش المصري يستعد لضربات جديدة في سيناء. أنصار الرئيس المعزول يستعرضون قوتهم في الشارع. إلى إيران، روحاني للبرلمان الإيراني، المجتمع ضاق ذرعا من التطرف ويرحب بالاعتدال. المتشددون هاجموا مرشحي حكومته وقالوا إن بعضهم يستحق أن يكون في السجن. نقرأ أيضا في الشرق الأوسط، استنفار أردني بعد تخطي القذائف السورية الحدود، 60 قتيلا في دير زور خلال 3 أيام، والأكراد يتشاورون بشأن حكومتهم. من الشرق الأوسط ننتقل إلى مصر مع صحيفة الجمهورية، قرار فض الاعتصام نهائي، التأجيل لمنح الفرصة لإجلاء الأطفال والنساء، وزير الخارجية لا لجوء لأي إجراءات استثنائية. وفي الجمهورية أيضا، حواجز إسمنتية وخوذات خاصة لمواجهة الأمن. من مصر إلى سوريا مع صحيفة الوطن، حيدر، أغلب الدول الأوروبية تبحث عن قنوات اتصال جديدة مع سوريا، الرقة تواصل ثورتها على الإرهابيين، وجنيف 2 قد يعقد بعد أيلول المقبل. في الوطن أيضا، مستودع للسلاح وجهاز إرسال فضائي في دارية، وإحباط محاولات تسلل إلى أحياء حلب الآمنة. من سوريا إلى لبنان وصحيفة السفير، التفاصيل الكاملة للمأساة المفتوحة، هكذا خطف المطرانان بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم. في السفير أيضا، سليمان وجنبلاط يتسلحان بالسابقة الميقاتية، حكومة كونيلي بلا حزب الله. وفي العنوان الأخير، روحاني، سياستنا الخارجية اعتدال متوازن. مع هذا العنوان نصل إلى ختام جولة اليوم على أبرز عناوين الصحف العربية، ونعود للزميلة فتون. شكرا لك يا هبة. ونحن أيضا نعرض الآن فقرة الماضي الحاضر في ختام هذه النشرة قبل العناوين.